أبناء عدن يتضامنون مع حارس أشهر ساعة في عدن. وصحيفة فرنسية تتحدث عن ما يحدث في اليمن، حرب متعددة الأوجه بين أكبر قوتين في المنطقة. وفي أخبارنا المنوعة، حكاية الرجل الذي تدافع اليابانيون حتى الموت لرؤيته. في العاصمة المؤقتة عدن يسارعون على البسط على العديد من الشوارع والحدائق ومحاولة البناء فيها، حتى وصل الحال بعدد من المسلحين إلى السيطرة على سور واحد من أهم معالم عدن وهي ساعة بيج بن. ووفقا لعدن الغد، مأمور مديرية التواهي يدعو أبناء العاصمة المؤقتة عدن لتضامن مع حراس ساعة بيج بن. ووفقا للموقع، فقد دعا مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد الشعيبي كافة محبي معالم عدن التاريخية وحملة الأقلام الاحتشاد صباح الأحد إلى ساحة ساعة بيج بن في التواهي، وقال أن الدعوة هدفها التضامن مع حراس الساعة الذين تم الاعتداء عليهم من قبل عصابة مكونة من عشرات البلاطجة بقيادة رجل أمن، وبتواطؤ من مسؤولين أمنيين أرادوا البسط على ما تبقى من مساحة في الجهة الجنوبية للساعة والبناء العشوائي عليها. حولت ميليشيا الحوثي المناسبات الدينية إلى موسم لكسب الأموال ونهب الممتلكات. ووفقا لموقع الصحوانت، ميليشيا الحوثي بإب تفرض مبالغ مالية على التجار تحت ذريعة الاحتفال بالمولد النبوي. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي فرضت مبالغ مالية على المحال التجارية لدعم مناسبة المولد النبوي، وألزمت التجار في مختلف مديرية المحافظة بدفع مبالغ مالية مختلفة دعما لفعالية المولد. وأكدت المصادر أن التجار يتعرضون لضغوطات لدفع مبالغ كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما انعكس على أسعار السلع التي تضاعف بشكل لافت جراء قيام التجار بإضافة الجبايات الحوثية إليها أثناء عملية البيع. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تواصل فرض مبالغ مالية لهذه المناسبة على أصحاب المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات التجارية والقطاع الخاص، كما فرضت غرامات ضد من يتخلف عن دفع الرسوم. كشفت المسودة المسربة عما يعرف باتفاقية جدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أنها مفخخة بتناقضات واختلالات جوهرية كثيرة في بنية الاتفاقية وصيغة بنودها. هذا مفتتح مقال كتبه نبيل البكيري ونشرته العربي الجديد، وجاء في بعض من أجزائه. تشرعن الاتفاقية لانقلاب مكتمل الأركان على حكومة شرعية معترف بها دولياً، كما جاءت لتكريس الواقع الانقلابي وتثبيت مكاسب هذا الطرف على حساب الشرعية اليمنية التي تعيش أضعف حالاتها بفعل تسليمها التام للجانب السعودي في إدارة كل تفاصيل اللحظة اليمنية الراهنة. وهذا يعني أن الشرعية اليمنية بموجب هذه الاتفاقية ستكون بمثابة الطرف الأكثر تضرراً وخسارة من هذه الاتفاقية التي تكرس وضعاً شاذاً، وهو وضع لا دولة ولا سلم ولا حرب ولا وحدة ولا انفصال، وإنما سيكون يمناً ضعيفاً مفككاً منزوع القرار السيادي ومنزوع القوة والقدرة على إدارة ذاته وكيانه وقراراته الوطنية. ظلت الرؤية الخارجية والسعودية تحديداً ترى في اليمن الجمهوري الديمقراطي الموحد خطراً مستقبلياً على أمنها واستقرارها، وهي رؤية تفتقد إلى مبرر موضوعي وعملي ومنهجي بقدر ما تستند إلى توهمات ومسلمات شعبوية، ولا يمكن أن تستند وتقوم عليها استراتيجية حقيقية لصالح ليس المملكة فحسب بل واليمن والمنطقة كلها في ظل الانهيارات الكبيرة في ظل الانهيار الكبير لبنية النظام السياسي العربي التقليدي لما بعد سايس بيكو. وقبل هذا كله، سعت الاتفاقية بكل بنودها إلى إزاحة الشرعية اليمنية وسلبها كل صلاحياتها لصالح لجنة سعودية إماراتية ستكون بمثابة اللجنة التنفيذية الحاكمة لليمن المفكك والمقسم بين شمال نصفه في يد الحوثي والنصف الآخر بيد شرعية بلا قرار، وجنوب مفكك أيضاً ومهيئ لجولات عنف قد تنفجر في أي لحظة. التفاؤل الوحيد اليوم هو أن اتفاقيات كثيرة في اليمن لا يمكنها النجاح عندما تكون غير وطنية ولا مصلحة عليا فيها لليمن الجمهوري الديمقراطي الموحد،
وإن توخى صانعوها أن يوحوا بذلك كله. بعد مرور قرابة أكثر من 3 أعوام على توقف مرتبات الموظفين، رأت معلمة في إحدى المدارس الحكومية في صنعاء أن تعليم الفتيات على القيادة بسيارتها الخاصة هو الخيار المتاح أمامها كي تتمكن من توفير احتياجات الأسرة الضرورية. يعنون موقع المشاهد نت: معلمة تحول سيارتها الخاصة إلى مشروع استثماري لإعالة أسرتها. تقول المعلمة نبيلة للمشاهد نت: انقطاع الراتب تسبب في أزمة معيشية صعبة دفعتنا إلى البحث عن أساليب جديدة لمواجهة الظروف التي نعيشها. عملت نبيلة في البداية على توصيل النساء إلى أماكن العمل، ثم رأت أن تعليم قيادة السيارة للفتيات قد يوفر دخلا لا بأس به للأسرة المكونة من 4 أفراد. تعمل المعلمة نبيلة على تدريب ما بين 5 و10 فتيات على قيادة السيارة في الشهر برسوم تقدر ب 25,000 ريال يمني في حال استخدام السيارة المتدربة، و 35,000 في حال استخدام سيارتها الخاصة. تزيد التكاليف خلال فترة ارتفاع البنزين، ولقيت مبادرة المعلمة نبيلة في مجتمع محافظ كاليمن ترحيب واسع من النساء والمجتمع. عملت المرأة اليمنية الكثير للتكيف مع واقعها، ولم يكن عملها في سيارات الأجرة أو عمل مشروع خاص لتعليم الفتيات قيادة السيارة من الأعمال المتاحة، لكن الحاجة الملحة للعمل والأوضاع الاقتصادية المتدنية جراء الحرب دفعت المرأة اليمنية إلى هذه المهن وإلى مهن أبعد منها. ورغم إغلاق فرص عمل أمام النساء، إلا أن الحرب فتحت أبوابا جديدة ومنها أخرى لم تكن المرأة تستطيع ممارستها. وصلت إلى الحرف الذي يتطلب الحد الذي يتطلب جهد جسدي كبير ولم يكن يمارسها سوى الرجال. بعد مضي حوالي 90 يوما منذ بدء الصراع بين قوات الحكومة من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من جهة أخرى، أصبح النقاش قائما حول كيف يمكن أن يسهم اتفاق جدة في تسوية الأزمة. ووفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين، فقد بدا واضحا أن اتفاق جدة والرياض في طريقه للتنفيذ، إذ أن انسحاب القوة الإماراتية من مناطق الساحل الغربي وعدن ولحج وحلول قوات سعودية مكانها يشير إلى توجه سعودي للإشراف وتنفيذ الاتفاق. سعت الرياض وفقا للمصدر أونلاين من خلال اتفاق جدة لمعالجة آثار الصراع في الجنوب، مع العمل على منح القوى في الشمال الحضور الكثيف أو الحضور الكافي، حيث ضم البند الأول في الشأن السياسي تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وهو أمر وإن بدأ عادلا إلا أنه ربما سيفتح صراعات بينية، ومن المتوقع أن يشكل ضررا على استمرارية الاتفاق وعلى الحكومة نفسها. الناس يعلمون، تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط. صدام حسين عندما اجتاحت القوات الأمريكية أرض العراق انفرد أياماً وليالي في أحد قصوره وتفرغ لكتابة الروايات والشعر. حجم الأحداث أكبر من قدرته العقلية والعسكرية، والوضع السياسي الدولي أثقل من أن يستطيع زحزحته. إذن فخلوة الهروب إلى الوهم هي الخندق المنيع الذي يتوحد فيه مع هالة الزعامة، ولا يطيق أن يقابل من يقول له إن القوات الغازية تندفع بقوة نحو كيانه. كان قادة جيشه يعلمون حقائق ما يندفع فوق الأرض، لكن لم يكن بينهم من يماثل الجنرال السوفياتي جوكوف الذي اقتحم كهف الوهم الستاليني وألقى أمام جبروته جيش الحقائق والمعلومات الذي يشكل القوة الضاربة الأساسية في مواجهة العدو. أما هتلر فكان كبيرهم الذي هزأ بالمعلومات والحقائق التي يقدمها له أركان حربه حول مجريات المعارك. اعتقد أنه يعلم بعبقريته غير المسبوقة ما لا يعلمه الجميع من قادة سياسيين وجنرالات وأجهزة المخابرات. أيقن العديد من القادة العسكريين أن الحقائق على الأرض تندر بالهزيمة، لكن لم يتجرأ أحد منهم أن يقصف أوهامه بقوة الحقائق. قرر بعضهم أن السبيل الوحيد لإنقاذ ألمانيا من الهزيمة والدمار هو الخلاص من هتلر وتصفيته جسدياً، ورتبوا خطة لقتله، ولكن المحاولة فشلت، وكان ثمن الفشل آلاف القتلى من الضباط المتهمين بالمشاركة في المؤامرة ضد هتلر، ولم يسلم الجنرال رومل ثعلب الصحراء من القتل بالسم الذي تجرعه مكروهاً. هذه الحالات الثلاث التي شكلت منعطفاً كبيراً في صراع
القرن العشرين، كانت المعلومات وتقدير الموقف في خضم المعارك الكبيرة هما حزم الضوء التي تعمد الطغاة تجاهلها وتحصنوا في كهوف أوهام العظمة والإلهام والتفوق على كل البشر وقادوا شعوبهم وأنفسهم إلى نهايات بائسة مدمرة. اليوم صارت المعلومات بما فيها التي كانت توصف يوماً بالسرية أو الخاصة صارت متاحة للجميع بحكم انتشار التعليم وتقنية الإعلام التي تقتحم الرؤوس. في جولتنا اليوم في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليبرسيوم ما كتبه فريدريك أوران عن الحرب في اليمن التي قتلت أكثر من 100,000 شخص، ووصف التقرير هذه الحرب بأنها متعددة الأوجه حيث تتقاتل بالوكالة القوتان الرئيسيتان في المنطقة السعودية وإيران. وتقول الصحيفة أن إحصاء القتلى جاء ضمن مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة والذي يتتبع الاشتباكات المسلحة والتفجيرات في أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية. تقول الصحيفة الفرنسية بدأت الحرب التي دمرت اليمن في العام 2014 بهجوم من المتمردين الحوثيين وهم أقلية مدعومة من إيران استولت على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلاد. في ربيع 2015 اقترب الحوثيون من عدن المدينة الرئيسية في الجنوب، بدأت على إثر ذلك عاصفة الحزم التي تقودها السعودية وتتألف من 10 دول ما في ذلك 5 دول خليجية. قصفت المقاتلات السعودية بينما تقدم الجنود الإماراتيون على الأرض. في صيف عام 2015 تم إعلان محافظة عدن بأنها محررة، ومنذ ذلك الحين تم توقف الصراع وتخللته هدنات متعددة، ونادرا ما يتم احترام وقف إطلاق النار. اندلعت الحروب الداخلية والصراعات على السلطة لا سيما بين السعودية والإمارات وهما الركن الأساسي للتحالف العربي. أحدث مثال على عدم الاستقرار هذا في أواخر أغسطس حيث تبدلت السلطة في عدن 3 مرات في 24 ساعة. تلخص كارولين سيجن رئيسة برنامج أطباء بلا حدود في اليمن لصحيفة ليبرسيو الحالة اليمنية قائلة: الوضع فوضوي للغاية، وكما في كثير من الأحيان في خضم هذه الفوضى يدفع المدنيون ثمنا باهظا للحرب. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا لمراسلها للشؤون الدولية بيتر بومونت بعنوان: قتل الحرب في اليمن يزيدون على 100,000 قتيل. يقول التقرير الذي ترجمت مقتطفات منه البي بي سي أنه تبعا للإحصاءات التي كشف عنها مركز معلومات الصراعات المسلحة والذي يحظى بثقة كبيرة على المستوى العالمي، فإن عدد القتلى في الحرب في اليمن والتي بدأت عام 2015 قد وصل إلى 100,000 قتيل. المركز يتتبع حالات القتل الموجودة في الصراع الجاري في اليمن ويحظى بثقة كبيرة. وأعلن في أحدث تقرير له أن من بين القتلى 12,000 مدني سقطوا خلال عمليات استهداف مباشرة. وكشف التقرير أن عدد القتلى خلال العام الجاري وصل إلى 20,000 قتيل، ما يجعله ثاني أسوأ أعوام الحرب في اليمن بعد العام 2018. يؤكد التقرير أن أكثر المحافظات تضرر هي تعز والحديدة والجوف التي شهدت سقوط 10,000 قتيل في كل منها منذ عام 2015. الهروب من الحرية، تحت هذا العنوان كتب ممدوح عزام مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. المشهد هو الآتي: متظاهرون يقفون وسط الشارع أو يسيرون حاملين الأعلام ويطالبون بالحرية أو الكرامة أو رغيف الخبز، بينما يهاجمهم من الطرف الآخر متظاهرون آخرون يشبهونهم في كل شيء، في الملابس والوجوه والهيئات واللغة، ليقولوا لهم إن حريتكم التي تطلبونها تحت نعالنا. سبق لإريك فروم أن تساءل في كتابه الخوف من الحرية عن هؤلاء الذين يكسرون إرادة الحرية لدى غيرهم. لماذا تكون الحرية هدفا منشودا لدى العديد من البشر، ولماذا تكون تهديدا لآخرين؟ أطرف ما في الميل إلى السلطة وهم من يسمون الموالين أنهم يسمون خضوعهم حبا أو إخلاصا. وسنلتقي بنماذج عديدة من هؤلاء في العقد الثاني من القرن 21، خاصة في البلدان التي شهدت ثورات وانتفاضات وهبات شعبية. معظم الكتاب والفنانين يضمرون حبا وإعجابا وتقديرا للشعوب،
وإن كنا نجد من يهجو الحشود ويعتبر أنها كتل صماء وعمياء تقاد بيد أي مزور ومدع ومنافق من بين الزعماء، فإن الراجح هو الغضب لا الاحتقار. وفي الغالب فإن المسرح والشعر والرواية العربية لم تسجل أعمالا تشير إلى هذا الأمر، ومعظم النصوص التي قاربت موضوع الحرية تناولت القضية من وجوه عديدة لم يكن بينها وجه هذا الجزء من الشعب الذي يناهض الحرية، إذ كان المحتل الأجنبي أحيانا هو العدو. وهنا فإن شعار الحرية يعني قضية التحرر الوطني، أو كانت السلطة الاستبدادية هي العدو، وهنا فإن قضية الحريات السياسية والاجتماعية هي التي تشغل النص. وفي الأولى يتهم المستعمر بقمع الحريات، وفي الثانية تتهم الأنظمة الاستبدادية بذلك. وقد يكون من بين المهام الكبيرة التي قد تناط بالرواية السورية في المستقبل استكشاف طبيعة تلك الجموع التي عارضت الثورة ووقفت ضدها. لماذا وأين وكيف؟ بعد 500 عام يتذكر اليابانيون قصة وصول أول رجل ذي بشرة مختلفة عنهم وكيف تعاملوا مع وصوله، وقد ألفوا لأجل إحياء ذكرى وصول رجل أفريقي لبلادهم الكتب وأنتجوا الأفلام. وفقا للبي بي سي، حكاية الرجل الذي تدافع اليابانيون حتى الموت لرؤيته. منذ نحو 500 عام وصل رجل أفريقي طويل القامة إلى اليابان ليصبح لاحقا أول محارب ساموراي أجنبي، وقد تم تناول قصة حياته في فيلمين. في عام 1579 عندما وصل ياسوكي لأول مرة إلى كيوتو عاصمة اليابان، في ذلك الوقت كان الأمر بمثابة حدث لدى الناس لدرجة أنهم تدافعوا حتى الموت لرؤيته. وخلال عام انضم ياسوكي إلى أعلى طبقات المحاربين في اليابان وهم الساموراي، وقبل ذلك بوقت طويل كان يتحدث اليابانية بطلاقة ويمتطي صهوة جواده في إحدى المعارك. وقد وصفه أحد زملائه في الحرب أنه كان طويلا ويصل طوله نحو 188 سنتيمتر وأسود البشرة كالفحم. يذكر أن متوسط طول اليابانيين في القرن الماضي كان 157.9 من 10 سنتيمتر، لذلك فإن ياسوكي لابد أنه كان أطول من معظم الناس في اليابان في القرن 16، حيث كانت الغالبية تعاني من سوء التغذية. بعد وصوله بوقت قصير إلى اليابان كان ياسوكي يروي قصصا من أفريقيا والهند التي قضى فيها بعض الوقت قبل توجهه لليابان. ويقول الموقع أن مصير الرجل الأفريقي الذي خلدته اليابان والسنوات الأخيرة من حياته غير معروفين، لأنه عاش في خيال العديد من اليابانيين حتى اليوم. حصل طفل في 7 من عمره نعتته مدرسته بالطفل الشقي المزعج على تسوية بقيمة 30 مليون جنيه استرليني من أحد مستشفيات لندن، بعد أن قالت المحكمة أنه عانى من إصابة في المخ بسبب إهمال طبي وقت ولادته، الأمر الذي أثر على تصرفاته وسلوكه. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: مستشفى بريطاني يدفع 30 مليون جنيه استرليني لطفل شقي ومزعج. ووفقا للجريدة فقد كانت عملية ولادة الطفل في مستشفى كلية جامعة لندن طويلة ومتعسرة، وذلك نتيجة إهمال الأطباء، حيث أن حالة الطفل وأمه كانت تستدعي إجراء عملية قيصرية عاجلة. ونتيجة لتأخر ولادته عانى الطفل من هبوط في الدورة الدموية، الأمر يؤدي عادة إلى تدمير خلايا المخ عند الأطفال. وقد حاول الأطباء التصدي لهذه المشكلة عن طريق استخدام التقنية المعروفة طبيا باسم التبريد، لكن يبدو أن هذه التقنية لم تساعد الطفل على التعافي بشكل تام، وقد اتسمت تصرفاته بأنها مضطربة وغير طبيعية، حيث كان دائما الصراخ والبكاء والعناد، كما كان دائما يؤذي بعض زملائه في المدرسة. ونتيجة لذلك قامت مدرسة الطفل بفصله أكثر من مرة ونعتته بالطفل الشقي المزعج، وقد أثار ذلك غضب الوالدين اللذين قررا مقاضاة مستشفى كلية جامعة لندن لتسببه في معاناة ابنهما. أبرز الأحداث خلال الأسبوع كما ترويها صحيفة الغارديان البريطانية من خلال عديد من الصور المتنوعة.
خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة، رسوم الكاريكاتير. فن لنا معه جولة في كل حلقات برنامج كشك الصحافة، نتابع جولة اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة في أمان الله.